اليوم نبدي يعني محاضرات البراكتيكال اكثر. بالمحاضرة الاولى اخذنا خلينا نقول فد بريبريشن، مقدمة انترودكشن على موضوع يعني اللابوراتوري تريننج. بالمحاضرات ان شاء الله الجاية راح ناخذ يعني الموست كومن موست امبورتنت لابوراتوري تيست اللي دائما يعني نشوفها وراح تشوفوها يعني بالمستقبل. فيعني نصيحتي انه هذني الاشياء هذا يعني تبدون تضبطوها زين، تتعلموها زين عوفكم من الامتحان وهاي الاشياء، لان راح تجيكم يعني وتسبب لكم يعني احراجات يجوز او مشاكل. لازم تكونون كونفيدنت من تنطي الاوبينيون. راح ناخذ هسه المحاضره دايجنوسيس اوف دايابيتس، ليبيد بروفايل، رينال، ليفر، يوريك اسيد، يعني هاي الاشياء اللي هي ريلاتيفلي كومن. ومن نكمل اذا اكيد يكون عندنا فد وقت راح نصير فد اشياء اوبشنال نبدي ننطي، يعني اشياء تزيد معلوماتكم بغض النظر عن يعني الامتحان داخل الامتحان او لا، لان احنا ملزمين انه تكون المعلومات متساوية بين ويا جماعة الكورس الاول. فاليوم راح يكون موضوعنا اللي هو اكيد من راح هسه اي شخص انتم ما لحقتوا تداومون، بس يجوز جماعتكم اللي داوموا بالمختبرات، من تروح باي مختبر الموست كومن لابراتوري تيست اللي راح نشوفه هو البلد جلوكوز، زين، وذر فاستنج، راندوم، بوست برانديال، او ريليتد تو دايابيتس مثل الاتش بي اي 1 سي او جلوكوز ان يورين. كل هاي ضمن نفس الفيلد diagnosis of diabetes mellitus. فطبعا by all means we can say that blood glucose is the most commonly sent laboratory test. اكثر شيء راح نشوفه طبعا، والسبب واضح. انتو هواي من المعلومات هسه راح نحكيها يعني بيها ريفيو للموضوع الكلينيكال كيمستري، اول محاضره اللي كانت كربوهيدرات ميتابوليزم واللي كان معظمها عن الدايابيتس. فراح يصير ريفرشمنت وشوية بعض الأشياء الإضافية المفروض إن شاء الله يعني تكتمل الصورة بعد عندكم بالنسبة للدايابيتس. طبعا we send blood glucose for diagnosis and monitoring of diabetes mellitus. بالإضافة إلى أنه هسه صار فد روتين انفستيجيشن، يعني أنت هسه يجينا مريض suspected with مثلا renal impairment، من راح ندز يوريا كرياتينين you should include blood glucose with the test. اوكي، حتى لو تدزه for thyroid function وتسأله صار له فترة طويلة ما فاحص ال blood glucose you should add blood glucose for this test these tests. والسبب طبعا حكيناه سابقا because cases of type 2 diabetes are usually asymptomatic. واسيمتوماتيك مو قلناها مو اسبوع واسبوعين يوم ويومين ولا شهر ولا شهرين للعلم. It can be asymptomatic for years. زين، وتخيلوا فت خمسة مثل ما يذكرون بالكتب المعدل الـ average time after of diagnosis after starting the disease 5 to 10 years. فهذا 5 to 10 years with diabetes without symptoms. فتخيلوا يجي with ممكن initially with complication. فلذلك يعني because of this fact we should say, and طبعا this fact plus what plus the high prevalence of diabetes. هو مو rare disease وasymptomatic ومو مهم، لا، هو مشكلته انه asymptomatic و highly prevalent. فهذا اللي يخلينا انه we should send any patient for glucose frequently، دائما ندز المرضى. ولذلك صار هسه حتى يعني في روتين انفستيجيشن، حتى اللي مجرد جاي preparation for operation دا يسوي هيرنيا مثلا وندز هيموجلوبين، وطبعا including لازم ويا blood glucose. فهذا يعني بالنسبه لكم يعني راح تبدون حياتكم العمليه هذا الشيء لازم يكون فيكست، كأنما كل ما ندز مريض لازم نخلي بلاد جلوكوز with the test for these two
reasons اللي حكينا. زين، what are the specimens؟ على شنو ندز المريضة؟ احنا ندز blood، لو urine، لو venous، arterial، شنو CSF. طبعا all body fluid can be used to assess glucose، بس طبعا ال sensitivity، specificity، ال indication تختلف. mainly we use blood samples، high blood samples could be, we can use whole blood, we can use serum, we can use plasma. Okay, these types of specimen are most widely used for diagnosis. طبعا what is the most common هو ال venous blood، مو صحيح؟ venous blood واللي used to obtain what؟ سيرام لو بلازما، ايديالي المفروض بلازما. اوكي، بس اللي براكتيكلي وي يوز سيرام. زين، من تشوفون بالكتب بالكيسات يكتب بلازما جلوكوز، بلازما جلوكوز، بس يعني شافوا مو ماكو فرق significant between سيرام جلوكوز and بلازما جلوكوز، فده نستخدم السيرام. Can we use whole blood؟ Yes, we can use whole blood. Okay, whole blood can be used for assessment of blood glucose. تمام، مو ما يصير هواية يعني يشتغلون وكذا مرة يتصلون بي يصير نستخدمه يصير نستخدمه. طبعا we can use whole blood. أبسط مثال منه هو هذا الأكيو تشيك، هاي ال هوم ديفايس، احنا ده نستخدم whole blood، وراح ناخذ بعض التفاصيل عن الموضوع. هاي مجرد مقدمة بسيطة. We can use fresh urine also. Then we can use CSF for estimation of glucose مثل ما حكينا بديك المحاضرة. زين، and any other body fluid، acetic fluid، pleural fluid. تمام، بس طبعا هنا CSF acetic fluid the indication is not for diagnosis of diabetes. تمام، فاحنا هنا اللي قلت لكم يختلف الانديكيشن، يعني سي اس اف نعرف سي اس اف جلوكوز فور دايجنوسيس اوف مننجايتس وين سي اس اف جلوكوز از لو. تمام، او بنفس الوقت بالنسبه للبلورال او اسيتيك فلويد، بس يعني كفكره عامه وي كان سند اني بادي فلويد فور جلوكوز استيميشن. What are the instrument؟ تعرفون أنا أعطيكم إياها بس للعلم، نستخدم الفوتوميتر حتى السبكتروفوتوميتر حتى من تشوفوه حسب ويف لينث معينة، ونحتاج كيوبيت ووتر باث. هاي البايبيت، هاي instrument أنتو يعني مو ما تفيدكم يعني بشكل أساسي، مجرد بس حتى تكون معلومة. The principle of the assay نسميها enzymatic methods. زين، so the enzymatic methods are used for glucose estimation. وهاي الانزيمز اللي نستخدمها ايضا احنا، هذا مو موضوعنا، ونفس الشيء بالنسبه لهاي البرنسبل، هذا يسموه يعني اعتقد انتم بالمختبر تاخذون هاي الاشياء، the principle of blood glucose estimation. نجي على الاشياء البراكتيكال، certain tips should be kept in mind، ولازم ننتبه لها to avoid error، laboratory error for proper diagnosis. دائما بكل يعني موضوع اكو تفاصيل معينه، الشخص الزين، الشخص خلينا نقول اللي ساينتفك اللي نقول عليه هذا يفتهم، ترى هو اللي ينتبه على هاي الاشياء، على هاي التيبس. تمام، مو يعرف الشيء العام الاساسي اللي الكل يعرفوه ويعتبر نفسه اوكي هسه هو ضبط الموضوع، لا، هي الفكره انه هاو تو سولف بروبلمز. هم ما حد راح يجيك على شغله واضحه، ما حد راح يسالك على شغله واضحه، بس راح يجون يسالوك على شغله ديفيكلت، شو شيء طلع لنا فد شيء غريب، شلون حل لنا هالموضوع. هسه هنا تبدي الفرق بين شخص وشخص. زين، فدائما يعني بكل، مثل ما مثلا تاخذون دراجز معينه، يعني انتم اذا تاخذون فد بيتا بلوكر سيرتن دراج، انتم مو تستخدم تعرف لي الانديكيشن 1 2
وفد سايد افكت بسيطة وخلص تعتبر نفسك. هاي الكل ترى يعرفوها، بس انت تعرف التيبس، فد سيكرتس بسيطة اللي من يجيك مريض وعنده فد رير برزنتيشن تقول والله اعتقد هذا ترى سايد افكت اوف ذيز دراجز، تمام. فيعني هو بكل عمل بالحقيقة، هسه احنا لابراتوري كلينيكال كيمستري فارماكولوجي بالنسبة لكم كلها لازم تكون يعني طريقة تعاملكم ويا الموضوع بخليه تصير بهالطريقة. كل موضوع احفظ لك عليه تيبس تفيدك، وصدقوني تجيكم وتتفاعلون وياها وتستفادون من هاي الاشياء اللي دا نحكيها. ياما حل اني واحد من الناس حلت لي يعني معضلات بهالجانب، هاي الاشياء اللي يمكن هسه هي تشوفوها بسيطة، بالاضافة الى تفيدكم اسئلة وامتحان. وهاي هسه انتم يمكن حاليا تهتمون بهذا الشيء اكثر. ف from of these tips نبدي مثل ما قلنا ذيك المحاضرة، separation of blood should be immediately after clotting، ما انتظر، تمام. يعني أنا نحكي القصة، اجى المريض سحبنا البلاد سبيسيمن، شنو النكست ستيب؟ ننتظر كلوتينج كامل يصير، لا تتذكرون قلنا 15 minutes تنتظر على الأقل. اوكي هسه صار كلوتينج، وراها سنترفيوجيشن سيبريشن. ليش هنا نقول مور امبورتنت؟ هذا الشيء اللي دا نحكيه هو وي اول لابراتوري تيست، هذا ينطبق، بس ذا امبورتنس increases in case of estimation of blood glucose because blood glucose level decreased with time by 5 to 7% per hour. قسم ينطوها خاف بغير ابديت المحاضره بغير مكان تقروها 10 ملي جرام بير دي سي لتر بير اور. اوكي يعني المهم اكو فد فروقات بسيطه بالمصادر، النتيجه متقاربه. اوكي ف ذا بلاد جلوكوز از ويل ديكريز وذ تايم، لذلك انا اذا انتظرت ساعتين وثلاثه ما راح تطلع لي النتيجه الحقيقيه. زين، والمشكله الاكبر وين؟ انه هذا اذا جاب لك سامبل هو ساحبه قبل بيوم بالليل وجا الصبح قرا الريزلت وتعالي يقول لك تعال اقرا لي الريزلت شوف شنو المشكله اللي عندي، وانت تباوع تلقي بلاد جلوكوز 20 30. زين، وهو المريض قدامك او الشخص قدامك، يجوز حتى هو لا مريض ولا دايبتك ولا اي شيء عنده، وما عندك هاي المعلومه وراح تدوخ، او عندك المعلومه وما تاخذ هيستوري صحيح. يعني انت من نشوف الديسكريبنسي بتوين لابراتوري فايندينج اند كلينيكال فيتشرز، شنو الخطوة اللي مالتك؟ تجي تسأل، الهيستوري لازم يحل لك اياها، اما من المريض اما بالمختبر الدراج هيستوري لازم تلقي حل، تمام. فمثلا من اني اجي وقالوا لي هاي سوي لي انتربريتيشن فور ذس بلاد جلوكوز ليفل اللي هو 20 ملي جرام بير دي سي لتر، يابا وين المريض؟ المريض هذا قاعد و زين. فاذا اكو عندي مشكله، هسه شنو مثلا ممكن الاحتمالات؟ هذا احتمال انه لونج ديوريشن بتوين كولكشن اوف بلاد اند سنترفيوجيشن. ممكن شنو ذيك المره ذيك المحاضره ايضا يجوز هذا معلقي له فلويد واجى الممرض بده يسحب له ووخر الفلويد وسحب له، فاجاك شنو؟ ديليوتد سامبل. مين راح اعرف؟ ايضا انا من الهيستوري، يابا هذا المريض شنو حاطي له فلويد، او ممكن بالعكس يجي فيري هاي بلاد جلوكوز، يجوز هم حاطي له جلوكوز ووتر مثلا. زين، فالمهم this discrepancy should be solved. هاي بعد كل واحد ومعلومات. زين، what is the explanation of this decrease in blood glucose؟ هو الجلايكوليسز، persistent glycolysis of RBC. هاي ال RBC when collected from the patient will not die immediately. زين، persistent glycolysis. So glucose will be consumed by these RBC. تمام؟ فالقصد هذا مثال لفكرة، يعني أهم من هذا أريد تخلون بالكم هي فد فكرة أوسع. يعني واحد دائما يخلي
يعني الفيو مالته اوسع من البقيه، حتى يعني ما يغلط، او من اكو فد بروبلم يقدر يحل. زين، فاذا شنو الحل؟ يعني الحل انه ميديا سيبريشن، يعني الكل اللي صار الار بي سي ويل بي سيبريتد فروم سيرم. اوكي، بيجي حاله اوكي اسحب السيرم وينتهي الموضوع، النو جلايكوليسيس ويل اوكي. او اكو هسه اسهل، قلت لكم هاي الجيلا تيوب يسموها، اللي هي شنو اللي بيها مثل ما قلنا فجل لاير، هنا جل لاير وين after centrifugation RBC will be collected at the bottom and serum at the top separated by this layer. فأصلا حتى لو تعوفه بالتيوب ما عندي مشكلة because no contact between RBC and serum or plasma. تمام، فنقدر. أما إذا لا plain tube with no gel، لا بهيج حاله مو نسوي السنترفيوجيشن، هنا انا الار بي سي وهنا انا السيرام but there is contact، فشو نسوي؟ نسحب السيرام to another tube، خلاص هسه complete separation has occurred. تمام؟ اذا قلت لكم الصوديوم فلورايد can be used ايضا in such cases. اوكي، بس الحقيقه مثل ما قلنا هذا theoretical، ما نستخدمه. It is used to prevent glycolysis even when serum is in contact with RBC. زين، فهذا يعني لحينا بهالموضوع، بس هذا مهم to avoid errors. تمام، طبعا blood or عفوا serum or plasma can be stored. تخيلوا احنا اذا full separation of serum or plasma from RBC, the specimen can be kept for 7 days. نقدر نحتفظ احنا بالسيرم اور بلازما طبعا at 2 to 8 centigrade. زين، CSF can be kept for 1 month at this temperature. تمام، فاذا فالموضوع كلش مهم انه separation the RBC from the serum or plasma. طبعا مثل ما قلنا the most important use of blood glucose is for diagnosis of diabetes. والكرايتيريا هاي المفروض بعد يعني المفروض صارت محفوظة بالنسبة لكم مثل ما اتفقنا. We have four criteria and we require only one. تمام؟ فأما HbA1c higher than 6.5, fasting more than 126 طبعا or equal, الراندوم 200 and 2 hour blood glucose ايضا more than 200. طبعا ليش شنو الاكسبلينيشن فور ذيز فور كرايتيريا؟ ليش اني حاط اربعه؟ يعني ممكن اني عندي patient diabetic with normal HbA1c؟ yes or no الجواب؟ yes. yes طبعا. okay. can we have a patient, a diabetic patient with normal fasting blood glucose or less than 126? طبعا yes. Can we have a patient with diabetes and random blood glucose less than 200? طبعا كلها yes. بس إذا جمعناها الأربعة ونقول لا أحتاج واحد، لا ما معقول هالثاني diabetic patient وال HbA1c normal والفاستنج normal والراندوم normal وال 2 hour postprandial normal واسيمتوماتيك، عاد مو لهالدرجه يعني ما معقوله. اوكي، بس يعني scientifically we need only one criteria لانه شافوا هاي الاسباب وراح تشوفوها انتم بالمستقبل شلون. حتى البيشنت اون تريتمنت راح تشوفون شو انه we have a certain group of patients of diabetic patients who have nearly normal or well controlled fasting blood glucose. كل ما نسوي له الفاستنج نلقي 110 و120 وهو اون تريتمنت، وراح نعتبره شو نقول اوكي كل زين ترى انت تمام. بس من نسوي له 2 اور بوست برانديال راح نشوف ال فيري سيفير انكريز ان بلاد جلوكوز. زين، سو فور مونيتورينج يو كان نوت ديبند اون
single reading or fasting blood glucose. صح، حللنا المشكلة ال HbA1c، بس تذكرون ال أيضا limitation of HbA1c. It is affected by many factors that can increase or decrease its level. زين، فهي الحقيقة المونيتر proper monitoring يعني still difficult. إذا اتبعنا ال HbA1c you should ascertain that the patient has no factor that can affect HbA1c. هذا كلش مهم، مو تجي تقرأ رقم عمياوي 7 8 9 مثل ما يعني هذا المتداول حاليا. زين، احنا ال HbA1c ما خط احمر، ما حد من قرينا الرقم ها هي نتعامل وياه بلايندلي. هو مو هيك ترى، لازم نعرف الفاكتورز، لازم نعرف اللابراتوري ايرور ترى ريلاتيفلي هاي ان كيس اوف اتش بي اي 1 سي. زين، فلازم نكون يعني يعني بروبرلي ثينكينج ان كيس اوف مونيتورينج بلاد جلوكوز. بالنسبه للدايجنوسيس هاي الكرايتيريا. اوكي، بالنسبه للمونيتورينج اتش بي اي 1 سي از يوز ديلي مونيتورينج يوزينج فاستينج اور 2 اور بوست برانديال. تمام، زين، هنا عندنا شيء مهم انه وات ار ذا كريتيكال فاليوز اوف بلاد جلوكوز. ايش وقت انا اقول هسه المريض هذا وصل ليفل كريتيكال ليفل اند ريكوايرز immediate intervention. زين، critical value لازم احوله مستشفى او اذا ما اقدر immediately اني اتدخل. زين، وان شاء الله يعني اذا نسيت اني وعدتكم انه اعطيكم the critical values of laboratory test، بس انا ترى انسى دائما، فيعني اذا نسيت ذكروني انزلكم اياها تفيدكم. يعني هاي الواحد يخزنها بالموبايل وراح يتعامل وياها. المين laboratory test جلوكوز، كرياتينين، البومين، الهيموغلوبين، هاي الاشياء حتى نعرف ترى كنا صراحه يعني نعرف هاي ولو وخلاص والنورمال. اي بس السيجنيفيكانس الكريتيكال فاليو ايش قد؟ يعني اني الانيميا مثلا النورمال فور ميل 13 تو 17. اوكي، جوا ال 13 صار انيميا. زين، شو وقت اعتبرها سيفير انيميا؟ اوكي، شو وقت اعتبر ان this is a critical value of anemia؟ هاي يعني المشكله بالحقيقه انه هاي ما تنكتب بالكتب، هاي يعني اكو مواضيع بالتكست بوكس للاسف، يعني ما اعرف ليش ما يعيروا لها اهتمام. بعد انت يعطيك الاوتلاينز العامه، بعدين من تنزل انت للواقع تصفن تقول زين انا قارئ احسن تكست بوك بالاختصاص اللي يعني له علاقه بالموضوع. زين، شو ما ذاكر هذا الموضوع؟ ليش ما ذاكره؟ زين، ما اعرف صراحه، ما يعني مو دائما التكست بوك هي، يمكن مرات يهتمون بشيء يعني اقل اهميه بالحقيقه، وما يعطي فد شيء انه دائما تطلع انت كونفيدنت. فلازم واحد شو يسوي؟ هو يدور على هاي المعلومه. يعني اكو اشياء شلون راح تعرفها؟ انت تصفن وتقعد ببالك وتقول والله اني يعني اذا اجتني، او مرات بالاكسبيرينس تجيك شغله غريبه ويعني اني كذا كذا معلومه. ليش انا احب يعني اسئله الطلاب؟ يعني فد شغله يجوز اني قاري الموضوع بتكست بوك بس من طالب يجي يسالني فد تفصيل معين اقول شو هذا ما ذاكره فعلا بالكتاب، اروح ادوره والقيه. فالقضيه اما باي براكتس او واحد لا هو يصفن ويحاول يعني هو يتوقع الاشياء المهمه ويدور عليها. ف of these critical values بالنسبه للجلوكوز in respect to adult male less than 50، هسه احنا هنا دخلنا بسيريس هايبوغلايسيميا، and more than 400 دخلنا بسيريس هايبرغلايسيميا. زين، هنا أنا immediate intervention طبعا، ونعرف most من المور كريتيكال اكيد هو الهايبوغلايسيميا مور كريتيكال، لانه التايم يعني وي هاف نو فري تايم فور مانجمنت، لازم immediately نتدخل. بينما ستيل ذا كريتيكال فاليو فور هايبرغلايسيميا يعني وي هاف مور تايم ذان هايبوغلايسيميا. بالنسبه للفيميل بالنسبه للهايبوغلايسيميا سلايتلي ليس، للانفانت
less than 40 للنيوبورن less than 30. معظم النيوبورن تلقيهم 50 و60 اوكي، وتنقلب الدنيا وتطوق جلوكوز وما اعرف منه، هو نورمال دائما هذا الايج. تتذكرون كل مره اقول لكم من نحكي على الكلاين فوسفاتيز، واكثر من مره يمكن دائما من تقرا اللابراتوري تيست اكو فد شغلتين معينه المفروض تصير عندك لا اراديا، لي فوق تباوع الاسم حتى تعرف الجندر ميل او فيميل لان هذا فيري امبورتنت، وبنفس الوقت الايج حتى وراها تعرف تسوي انتربريتيشن صح. ما معقوله انت تاخذ معلومه منقوصه وتريد تسوي عليها انتربريتيشن صحيح، تمام؟ فاذا هاي اشياء المفروض تصير عندكم انتم مثل الرفلكس، انه انا باوع الريزلت اصلا، يعني هسه انا اصلا قبل ما باوع الارقام اباوع لي فوق منو هذه المن هي، واذا ما موجوده مرات يدزوا لي صوره اني اسال يا بهاي المن هذا هسه ما اريد، لا تقول لنا الاسم ميل فيميل والايج خاف ما يريدون يذكروا، تمام؟ فذيز ار ذا كريتيكال فاليوز اوف جلوكوز ولازم نتعامل وياها بحذر. Another point in respect to blood glucose واللي هي very widely used اللي هو point of care testing. Point of care testing اللي هي شنو هاي الديلي ديفايسز نستخدمها. ممكن هسه حتى ان شاء الله من تداومون بالمستشفيات اكو بعض المستشفيات للطبيب مطيه بالطابق حاط بجيبه هذا الديفايس، ومن يحتاج راسا يسوي خو مو اني اسحب وانتظر وودي للمختبر وتجيك النتيجه بعد ساعتين. ويمكن حكيت لكم بعض الامثله بايام الدوام على بالذات عن الجلوكوز كذا مره، يعني فد مواقف صايره انه تتاخر الريزلت والبيشنت هايبوغلايسيميك ومنتظرين والله النتيجه تطلع بالوحده، واني ساحب البلد سامبل بالثمانية ونص بالتسعة وتجيني الساعة بالوحدة الريزلت هو البلد جلوكوز مالته 20 أو 30، بقى بالموضوع patient 3 hours أو 4 hours severely hypoglycemic. زين فالجماعة حلوا الموضوع أنه for these critical laboratory tests we have a point of care testing device. اللي هي شنو معنى الـ point of care testing؟ هو الـ medical diagnostic testing outside, performed outside the clinical laboratory. ما أنا يعني بالطابق أسوي يم المريض يم بالطوارئ أسوي أو بالبيت أسوي، كل هذا يسموه point of care. زين ف وتذكرون حكينا أنه it can be used by any person simple device requires no specific training، ما يحتاج فشي كلش بسيط نقدر نعلم اي شخص بيه including non health worker الناس العاديين not the only those who work in health institutions. زين ف it is typically performed by non laboratory personnel. هو مصمم الدولة يعني، وللأسف أنه أكو يعني هو الضحك بعض اللي يشتغلون بالمختبرات يستخدم الـ point of care testing. زين هي الـ point of care testing أصلا مفهومها ونظامها والاختراعها مو على مود المختبر، خو مو إذا بالمختبر شو أسوي بالـ point of care testing؟ تسوي لي more accurate techniques. اوكي بس ترى ماشي وشائع هذا الاستخدام، وللعلم يعني بالنسبه لنا احنا مصرح به رسميا، يعني انا بعيني شايف مصرح به، تعرفون يعني شنو مصرح به رسميا. اوكي زين فهو بينما ساينتفكلي تز بيرفورمد اوتسايد ذا لاب باي نان لابراتوري بيرسونيل. هسه من هو هذا البيرسونيل؟ كود بي الفيزيشن النيرس او ذا بيشنت himself. تخيلوا نفس البيشنت مثل الدايابيتس. طبعا وهسه اكو اجهزه حلوه طلعت حتى ليبيد بروفايل مثلا بيها هوم ديفايسز للعلم موجوده حتى هنا عندنا. زين تقدر تسوي ليبيد بروفايل انت بالبيت لا مختبر ولا، طبعا واكو تروبونين وغيرها، يعني يمكن حكيت لكم ديفايس 15 تيست بي، يعني شايفه 15 تيست immediately
يطلع within few minutes. اكو اتش بي اي 1 سي للعلن، اتش بي اي 1 سي بوينت اوف كير تيستينج. زين نرجع على الموضوع، نحن بدنا نحكي عن الجلوكوز. هذا الجلوكوميتر زين يوزد فور رابيد ميجرمنت اوف بلاد جلوكوز. طبعا البرنسبل مو انزيماتيك مثل ما قبل شويه حكينا بالمختبر، بالمختبر انزيماتيك، هنا أنا لا يسموها الكترو كيميكال برنسبل. So the principle is completely different. The blood sample يختلف capillary، مو صحيح؟ نعتبرها sensitive device، reliable devices هاي. كل الناس شي يقولون، يجيك يقول لك والله أنا قسته بالجهاز هذا وهو مو دقيق. لا، this is a reliable. These are reliable devices. تمام؟ تعتمد عليها تقدر. For طبعا monitoring not for diagnosis. هنا بس هذا يعني limitation of its use. ما نستخدم نشخص مريض بجلوكوميتر. تمام؟ But for monitoring اصلا هو invented for monitoring. تمام؟ فما معقوله هو سووا لها ونجي احنا نقول لا والله ترى هذا مو دقيق. لا، it is a reliable هاي الاجهزه الحديثه. وشوفوا هسه الريلايبلتي مالته ايش قد. تعرفون احنا اكو فرق بين سيرام جلوكوز او بلازما جلوكوز اند بلاد جلوكوز، مو صحيح؟ حكيناها هول بلاد جلوكوز هاز ليس جلوكوز ليفل ذان سيرام او بلازما باي 10 to 15%. 10 to 15%، مو 10 15 ملي جرام دي سيليتر، لا 10 to 15%. دائما من ننطي هاي الارقام از ا برسنتج هذا احنا نكون بالسيف سايد ومضبوط. مثل ما حكينا ذاك اليوم عن السي اس اف، قلنا من النورمال صح نقول 30 الى 60 ملي جرام. لو اقول 1 to 2 ثيرد اوف بلاد جلوكوز، لا الصح هو 1 to 2 ثيرد اوف بلاد جلوكوز. هنا هم نفس الشيء، مو 10 15 اكو قسم هيك يكتبوها 10 15 ملي جرام دي سي لتر، لا 10 15%. يعني اذا كان هو السيرم جلوكوز 400 ممكن يكون بلاد جلوكوز فرق 60، 350 360. وتنتبهون هنا احنا ايش نقول؟ بلاد جلوكوز ليفل ليس ذان. واحنا الناس شو تقول؟ من جزء بعدكم انتم نوت يعني ان كونتاكت وذ بيشنتس، كله يجيك يقول لك هذا يقرا اعلى الجهاز. هو يعني يتصوره كل ما يطلع على عالي طبعا يأنب ضميره هذا البيشنت دايابيتك، فيريد يجي له فد تفسير فيقول هذا الجهاز يقرا اعلى. فانت صدمه اكثر بعد حتى يعرف المشكله، قول له يا حباب ترى هذا الجهاز يقرا اقل مو يقرا اعلى. تمام؟ فهو يقرا ليس. بس هسه واحد راح يقول لي انت تقول ريلايبل وخبصه يطلع اقل، اوكي 10 to 15% قبل كانت مقبوله، هسه النيو ديفايسز صار بيها كوركشن. اوكي؟ فذا ريزلتس از او ار كوركتد. يعني هو يقرا مو يقرا 360 مثلا لهذا المريض اللي قلنا الحقيقه 400، شو يسوي؟ يسوي كوركشن فينطيك اياها 400. بعد شنو نريد احنا اكثر من هذا؟ حتى هاي ال 10% اللي هي قد تكون مقبوله فور مونيتورنج، يابا يلا هسه اذا 400 او طلع 360 ان بوث كونديشن هو بورلي كنترول. لا، احنا نريد دائما الشيء الادق والاحسن. فسووا هاي التريك البسيطه وصارت الريزلت كوركتد وتعطيك فعلا تيبيكال ريزلت. زين ف ذيس اذا نريد نلخص، جلوكوميتر از ريلايبل ديفايس يوزد باي نون تريند بيرسونيل. ما احتاج اني يعني فد قضيه بخمس دقائق تعلم المريض انت، صح؟ يوزد فور فولو اب نوت فور دايجنوسيس. هذا اللي نريده. تمام، ننتقل الى موضوع اعتقد انتم ضابطيه وحكينا به هوايه. وات اباوت استيميشن اوف جلوكوز ان يورين؟ قبل ما نطلع اي سطر واي كلمه، يمكن انتم لحيت عليكم اتذكر قبل بالموضوع، جلوكوز يوريا از نوت يوزد فور دايجنوسيس اوف دايابيتس. اوكي؟ جلوكوز يوريا از نوت انكلودد ان ذا كرايتيريا، تتذكروها الفور كرايتيريا؟ فجلوكوز يوريا از نوت انكلودد.
What is the explanation? ليش يابا not included? Because we have certain causes of glucosuria without diabetes. Okay؟ يعني مو كل glucosuria معناها diabetes. هذا أولا. ثانيا we have factors that lead to false negative result. زين؟ يعني المريض could be diabetic without glucosuria. زين فأنا شنو الفائدة اللي عاد من عندها؟ وكانوا قبل طبعا يحفظون إذا نلقي 1 بلس جلوكوز يوريا معناها يعطينا تقدير 250 ملي جرام دي سي لتر جلوكوز ليفل ان بلاد وذا 2 بلسز. ويعني هاي بالحقيقة اللي يقرأ بالمصادر الجديدة ما أصلا لا يذكر حتى ما يقولون لا تستخدمها لا يذكروها ولا هاي اكو فشي حلو بال يعني بالمواضيع اللي واحد يتابعها بالهيستوري. يعني اول من شغله تطلع غلط او مو مهمه اول طبعه طبعتين من الكتب شو يقول لك التكست بوك يقول لك يابا ترى هاي بعد ما تفيد هاي بعد ما تستخدم. بعدين بالطبعات الجديده اصلا حتى ما يقول لك لا تستخدمها هاي يعتبر انتهت الموضوع. مو تجين انت ورا 20 سنه وتريد لي بعد لي اقول لك يابا لا تستخدم هذا الجهاز لا تستخدم هذا التيست لا تستخدم هذا العلاج. لا ماكو هيك حكي. يعني انت المفروض عبرت هاي المرحله تمام. ف صح روتينلي يوزد استيميتد ان جنرال يورين اكزامينيشن. زين يعطينا فد فكره عامه. زين فيزيولوجيكلي طبعا جلوكوز كان بي اكسكريتد فروم ذا جلوميرولاي بات reabsorbed by the tubules. تمام؟ لذلك when we have a tubular defect راح أعيدها من البداية. Physiologically glucose can be excreted from glomeruli but reabsorbed by tubules. زين فإذا كان عندي a problem in tubules فش راح يصير عندي؟ glucosuria without diabetes. صح لو لا؟ وين المشكلة هنا عندي؟ مشكلة ان tubules renal tubular defect. هذا مثال for glucosuria without diabetes. فمو تقرأ glucosuria وتقول للمريض اوكي قل له روح شيك بلاد جلوكوز تمام هو هذا الصح احنا مو ننفي اهميته نهائيا بس دا نقول not used for diagnosis. نقول له it is better to measure glucose in the blood. مو تقول له والله عندك سكر بس خلينا نتاكد. لا ماكو هيك حكي ماكو. لا نقول له يا با افضل انه نقيس جلوكوز ان بلاد تمام. ف سو وي هاف فيريوس كوزز ليدنج تو فولس نيجاتيف ريزلتس اوف جلوكوز ان يورين. فولس نيجاتيف يعني شنو؟ يعني جلوكوز كونتين العفو يورين كونتينز جلوكوز بس ذا ريزلت is negative. طبعا by dipstick هذا الشريط نخلي. Of these causes من عندها منو عندنا مثلا large quantities of ketones. وهاي large quantities of ketones وين تصير؟ منو يجاوبني؟ بس يجاوبني يعطيني مثالين مو مثال واحد. مثال اكو سهل ومثال ثاني. جماعة الكيتو دايت الكيتو داي والكيتو اسيدوسز ومنو بعد عندنا كنا هسه يصير عندنا هذا اللارج كوانتيتيز اوف كيتونز. ممكن يعني ما نريد نقول كنا قبل الفطور هسه الفاستنج هسه احنا كنا صايمين روح سوي قبل الفطور وشوف عندنا كيتون لو ما عندنا تمام. فاذا this is a cause of false negative result. شنو بعد عندنا ممكن؟ اسبرين can lead to يعني aspirin in urine إذا كان high dose excreted in urine can lead to false negative result. Ascorbic acid vitamin C ومنو عندنا الليفودوبا. زين وهذا الليفودوبا وين هذا شو نسوي به شو نعالج به؟ الزهايمر نعالج به. لا مو شو نعالج به يعني باركنسون. اي فور باركنسون باركنسون كومبينيشن ويا الكاربيدوبا وش يسموه؟
بالتجاري مالته شو تسموه انتم؟ سلمت سينما. لا اي صح 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 سلمت سينما تمام. ف these are causes leading to false negative results. شوفوا كم cause. زين. In addition to renal tubular defect that lead to glucosuria without diabetes. So it is glucosuria is of limited value in diagnosis of diabetes. ونخصم الموضوع. زين. فإذا هسه شنو أخذنا؟ أخذنا criteria، أخذنا point of care testing، أخذنا glucose urea، وننتقل إلى glucose tolerance test. كل هاي الأشياء إحنا use for diagnosis of diabetes. أو أكو أشياء مهمة مثل glucose urea ننبه عليها لأنه هواية يعتقدون أنه مهمة بالdiagnosis. فأنا خليت لها فد paragraph معين. ننتقل للglucose tolerance test for diagnosis of diabetes mellitus. تمام. زين البرنسبل شنو هي؟ احنا عندنا تذكرون قبل شوية ايش قلنا؟ قلنا in certain condition patients could have diabetes with normal fasting blood glucose or with normal 2 hour postprandial. فاللي احنا شو نسوي؟ خلوا فد ستاندرد كرايتيريا ستاندرد فاليوز اوف بلاد جلوكوز ذات should be measured or calculated after taking certain amount of glucose. احنا نجي نعطي المريض فد fixed dose of glucose according to body weight. طبعا هسه شوي راح نحكي بيها ونعرف for normal patient راح نعرف ال behavior راح نعرف شنو اللي راح يصير. وخلينا هاي الطريقة طريقة إضافية for diagnosis. لذلك هاي not routinely used. احنا ما نستخدمها بشكل دائمي. راح ناخذ الانديكيشن. اوكي راح ناخذ الانديكيشن واذكركم ببعض الام سي كيو يمكن اللي جبناها بامتحان الكلينيكال كيمستري سيء السمعة هذا الاخير اللي امتحنتكم به الاخير اللي كلكم يعني ما كنتوا تقولون ما كنا مجاوبين به. زين فهاي الفكره التيست انه نشوف how to detect how the human body can tolerate a specific dose of glucose. هذا اللي سميناه glucose tolerance test. اوكي مشكلته طبعا ايضا it is affected by many factors. It is inconvenient for the patient. هسه راح نشوفه ليش inconvenient. زين فهو اصلا affected by many factors inconvenient ونحتاج time consuming فاذا لذلك not widely used unless in the indication that will be mentioned. تمام. طبعا نسميه oral glucose tolerance test يسمى مثل ومثل ما قلنا we require according to WHO only two blood specimen are required. نحتاج fasting and after 2 hours. تمام يسموه mini glucose tolerance test. هذا reliable ومعتمد من ال WHO. زين طبعا هذا حكيت لكم سابقا راح تبدي معاناتكم ويا الجلوكوز توليرانس تيست. ما حد يقبل بعدنا على ما مذكور بالايام العهد العثماني وحريم السلطان من جلوكوز توليرانس تيست. واحد يقول 4 سحبات واحد يقول 6 سحبات دم ويقعدوا لحد الان انا اعرف جماعه يعني حد قبل يمكن شهرين ثلاثه مختبر وبريجننت خطيه جاي بيها 3 ساعات مبقيها بالمختبر 6 مرات ساحبي لها كل نص ساعة يسحبوا لها مرة والله دا أشخص الجستيشنال دايبيتس. زين طبعا حسب ما هم يقولون this is an order of her gynecologist طبيبتها يقول طبيبتها رايدة هيج. طبعا هو يستفاد لأنه تخيلوا مكان ما يسوي مرتين بس ياخذ له 10,000 راح يسوي 6 مرات وراح ياخذ له 30,000 احتمال او اكثر. مو تمام؟ فيعني هي يعني عمليه لا تخلو من سوء النيه.
تمام. فالمهم لا يعني أنا هذا من أول ما بديت يعني أدرس لحد الآن ألح بهالموضوع، لأن أحاول أقطع هذا الموضوع إيش قد ما أقدر، أنه يا بالجلوكوز تولرانس تيست تو سبيسيمين ال WHO تقول، يصير أني أجي كيفي أقول لا، أو لأنه آخر كتاب قرأته قبل 25 سنة، يعني ما يصير. أي واحد هسه يمكم جوجل حتى اللي ما يريد يقرأ كتاب زين. فوات ار ذا انديكيشنز فور اورال جلوكوز تولرنس تيست؟ وقت اسوي قلنا النقطه اهم شيء ات از نوت روتينلي يوزد. اوكي، وات از ذا تيست روتينلي يوزد فور دايجنوسيس اوف دايابيتس؟ بلاد جلوكوز فاستنج اور راندوم، هذا روتينلي زين. الانديكيشن فور جلوكوز تولرنس تيست زين راح نقول هيستوري سجستيف اوف دايابيتس but with normal fasting or random. أنا المريض ده يجيني weight loss، ده يجيني polyuria، polydipsia، يعني أعراضه very suggestive. أقيس له random أو fasting وشو ده يطلع لي؟ normal. زين؟ هنا أنا ممكن أستخدم الجلوكوز تولرانس تيست. تمام؟ ومثل ما حكينا بالبيتش المحاضرة أكو أشياء يعني بالواقع يقول هاي يعني very limited، يعني أنا مريض خو أسوي له HbA1c ويقدر يعني يغنيني عن الموضوع، بس تبقى مثبتة ك indication of glucose tolerance test أنه history suggestive with normal blood fasting or random blood glucose. زين، فأحتاج glucose tolerance test. زين، what is the second indication when fasting glucose is inconclusive؟ يعني الفاستنج between، طبعا تتذكرون قلت لكم هنا اكو اختلاف، ال WHO تعتبره 110 وال ADA يعتبروها 100 زين، ومثل ما قلت لكم حسبوا كم سنه وتذكروني راح هاي تصير 100 مثل ما ال ADA قالت، American Diabetes Association زين. فاذا كان الفاستنج بلاد جلوكوز inconclusive between 100 and 126 we can send the patient for glucose tolerance test. تمام، ايضا اذا كان الهيستوري سجستيف او عنده ريسك فاكتور اوبيس. تمام، لان احنا هاي هنا الكونديشن عندنا تعريف إلها، اذا كان الفاستنج بلاد جلوكوز من ال 100 لل 126 شو نسميه احنا؟ قلنا بعد ما نسميه بري دايابيتس، ما محبذ هذا الاسم، نسميه امبيرد فاستنج جلوكوز. يعني عندنا definition for this، خو مو كل واحد impaired fasting glucose اقول اروح سوي لي glucose tolerance test، بس لا، اذا الهيستوري suggestive، family history عنده، obese، لا هنا أنا اقول لا ليكون هذا diabetic. تمام، وايضا this is a limited use. تمام، this is a limited use. هسه من نوصل للاستخدام الحقيقي وصلنا له هو هذا screening and diagnosis of gestational diabetes. This is the real indication. هذا الانديكيشن المتفق عليه وين ما تروح وما حد راح يقول لك لا. تمام؟ هذا الاول انديكيشن، الثاني عليه نقاش وهسه يمكن كذا واحد بباله اسئله يقدر يحرجني باني ادري بيه بالموضوع. زين؟ بس screening and diagnosis of gestational diabetes لا، this is the definite indication for glucose tolerance test، وراح ندخل هسه بالتفاصيل مالته. زين، the fourth to rule out benign renal glucosuria. We have a familial condition associated with glucosuria طبعا without diabetes. مثل قبل شويه قلنا renal tubular defect، هاي هنا عندنا renal tubular defect. We have an abnormality or disorder. But there is a condition، لا اصلا هذا فاميليال حتى ما عنده اي مشكله، المريض عايش وطبيعي وكل شيء ما عنده. ف thought to be an indication for glucose tolerance test. تمام، واحد يقدر يسال يقول خو اني اصلا to exclude او to diagnose renal glucosuria اقدر خو ادز فاستنج وادز راندوم وادز اتش بي اي ام سي ويطلع نورمال وينتهي الموضوع، انا راح اقول له اي صح. اوكي، لذلك ارجع واقول انه the exact the real
indication, the most widely used, the applicable indication, هو screening and diagnosis of gestational diabetes. هذا اللي راح نشوفه بال يعني الواقع العمل. It is not used for what? ما نستخدم ترى glucose tolerance test for monitoring. Okay. ما نستخدمه for confirmed diabetes. يعني ما راني شايفه هو فد شيء يعني shameful بالحقيقة. أنه a patient although she was female, she was asymptomatic, بس blood glucose مالتها 170 fasting. زين؟ لقيتهم دازيها for glucose tolerance test. هذا منطق؟ هذا indication؟ هذا هو أنت لازم already تعرف أنه they are usually asymptomatic. هسه إذا تريد تتأكد عيد التست نفسه، ما يخالف. إحنا قلنا إذا asymptomatic it is better to double checking blood glucose. بس مو أدز glucose tolerance test، هذا مو indication. في the case confirmed of diabetes no role for glucose tolerance test. ومثل ما قلنا قبل شوية not used for follow up. مو أرد أشوفه والله هذا المريض controlled or not at this glucose tolerance test. هذا غلط. زين it is used only for initial diagnosis. يعني أنا سويته وتشخص المريض خلاص في مالا بعد ما أحتاج إعادة glucose tolerance test. زين أيضا should هذا of limitations should not be done or performed for ill patients. مو مريض جاي بالانعاش وتسوي لي glucose tolerance test. مسوي عمليه واسوي له glucose tolerance test. زين؟ ما ممكن، مو منطقي هذا. لان هنا عده تصير عنده a storm of metabolic changes of hormonal disorder راح تصير which are transient. فما ممكن ألقي الكورتيزول عالي والأدرينالين عالي شريد راح يبقى الجلوكوز عالي. فنيفر ايفر دايجنوز ا بيشنت ديبندينج اون جلوكوز توليرانس تيست ان ال بيشنت. اصلا لا تستخدم هذا. طبعا وماني تيست اكو ثايرويد فانكشن تيست وغيرها should not be sent for a critically ill patient. تمام. فديز ار هنا الليميتيشنز لازم نحدد نعرف شو وقت ندز شو وقت ما ندز شو وقت اذا جت لي الريزلت واسال المريض ويقول لي تراني كنت مسوي عمليه توني طالع من عمليه توني من مريض اصلا اقول له هاي يعني بين قوسين بلها واشرب ميتها اصلا لا احتاج اقراها ولا هاي وتعلموا يعني في الطريقه ما ادري يجوز يعني ما اقول تعلموا هاي خاصه بكم انا بالنسبه لي اكو سيرتن كونديشن سيرتن لابراتوري تيست اصلا من اشوفها وادري بيها غلط قبل حتى ما اقرا الريزلت ما باوعها اوكي يعطيني اياها المريض اباوع كانه ما اني باوعت خلاص اصلا ماكو داعي مجرد راح اقول له يابا هاي ترى ما بيها فائده راح يقول لك ها مو هذا عالي وهنا قليل اقول له هذا اصلا ماكو داعي اتعب نفسي اسوي انتربريتيشن أنا أدري بيها غلط already. يعني pre-analytical error لي قدام. فبعد شنو اللي أسوي interpretation for what؟ زين؟ فلازم يعني صراحة بعض الأحيان لازم نكون شوية يعني strict حتى لا تصير القصة يعني هيك كلش flexible. زين. How to perform oral glucose tolerance test؟ قلنا it is inconvenient. For these reasons. هسه راح نحكي للبريبريشن. هذا السبب اللي يخليه inconvenient للبيشنت. نحتاج preparation، نحتاج time during performing the test. فشنو الفاكتورز that are required؟ طبعا first the patient is instructed to have good carbohydrate diet for 3 days before the test. مو تروح تقول له يابا اقطع بالله السكريات وخلي نتاكد وخلي نشوف، هذا خطا وخطا المشكله خطا شائع. زين؟ بالعكس اني من اني هسه اني شاك بالمريض، اني ما دا اقول له انت دايابتيك، اني عندي سسبشن. زين؟ I should يعني instruct the patient to have a normal diet, normal lifestyle, avoid aggressive exercise. مثل بعض يعني الناس مثلا من مريض ويعني انا اسوي له فولو اب فور هايبرتنشن
فور بلاد بريشر، ما ادري بيها سوى هايبرتنسيف لو لا. اجى مره وراح تشوفه، مثلا جاك للصيدليه وشويه مرتفع الضغط، مو تقول له اقطع الملح واقطع الما اعرف منه وعوف المدري شنو وقيس ضغطك، ماكو هيك شيء. انت ما شخصته بعدك، انت ما اعتبرته هايبرتنسيف. احنا نريد نسوي فولو اب. زين هو الفولو اب غير اكوردنج تو يوجوال لايف، خو مو اسوي ريستريكشن واقول له تعال خلي اسوي لك فولو اب، ما راح تطلع فولس ريدنج. فتقول له يابا اكلك وشربك وهذا هو الاعتياد اللي انت بيه، او قيس ضغطك، تعال قيس لك اياه، قيسه انت زين حتى اعرف الريدنج الحقيقيه. تمام. فهنا بالنسبه للجلوكوز نفس الشيء، كربوهيدرات دايت شود بي ذا يوجوال دايت، مو نقول له زيد يعني مو نقول له زيد الكربوهيدرات، بس بنفس الوقت لا نسوي ريستريكشن. زين. وبالليل قبلها لازم قبل الثمانيه نقول له يا باخذ لك فد وجبه بسيطه 30 to 50 جرام اوف كربوهيدرات شود بي تيكن، لانه الريزلت راح تشوفون المفاجاه انه اذروايز شنو اللي يصير؟ كربوهيدرات ماي نوت بي توليريتد حتى اذا كان الشخص نوت دايابيتيك، يعني راح نلقيه اعلى، راح نلقيه عالي اذا ما سوينا هاي المجرز. بس تشوفون اوكي. فاذا ات ذا نايت اوف ذا تيست نقول له يابا خذ لك هم وجبه كربوهيدرات. زين بعد شو نقول له؟ افويد دراجز ذات مايت افكت بلاد جلوكوز. يعني مو تقول له افويد دراجز، هو ايش مدري افويد دراجز، انت تساله يابا شنو الدراج هيستوري مالتك وتشوف، وتشوف نقدر اصلا نقدر نوقفه لو ما نقدر. هذا ايضا شوفه من الليميتيشن، يعني بيشنت اون ستيرويد شو اسوي؟ ستيرويد كان افكت بلاد جلوكوز لو لا اكيد شو اسوي؟ يعني اقول له شنو يابا اقطع الدواء، والله دا اسوي لك الجلوكوز تولرنس تيست ولانه داخل بادرينال كرايسيس. زين فهنا ليميتيشن، فزايد وغيرها تعرفوها الدراجز. زين بس هاي مشكله. فاذا نقدر اوكي وي شود افويد ذيس دراجز. زين افويدنس اوف سموكينج، افويد اكسرسايز اصلا ان ذا بريفيوس داي، مو بنفس اليوم، قبل بيوم هو لازم ما عندنا فد فيجرس اكسرسايز. شوفوا ايش قد فاكتورز افكتنج ذا ريزلت. نجي وراها المريض يابا يبدي الفاستنج فروم 8 بي ام فور 12 اورز. تمام. نقول له يابا ب 8 اقطع وب 8 الصبح ثاني يوم احنا راح نسوي التيست. فاذا 12 اورز فاستنج. زين هاو تو بيرفورم ذا تيست، مثل ما قلنا ناخذ فاستنج. زين وش راح ننطي 75 جرام اوف جلوكوز ان اباوت 300 مل اوف ووتر انهيدروس جلوكوز. تمام. اكو جاهز طبعا موجود هذا. اوكي اذا كان طفل لا نحسب اكوردنج تو بودي ويت 1.75 جرام بير كي جي. تمام. فاذا بدينا فاستنج البلاد جلوكوز، سحبنا فيرست سبيسيمن اوف بلاد، ننطي ال 75 جرام ان 300 مل، وشنو هو؟ ذا سكند سامبل از كولكتد افتر 2 اورز. وكان الله يحب المحسنين. خلاص هو لهنا خلصنا ال 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 يعني البروسيجر. نجي وراها الانتربريتيشن طبعا اوف ريزلت، ما نحتاج نتعب المريض اكثر. هسه المريض يريد يروح لبيتهم ويرجع، يريد هذا فري، ما عندنا يعني مشكله. زين نجي على الانتربريتيشن. زين نورمالي الفاستنج هسه مثل ما قلنا اكوردنج تو اي دي اي 70 تو 100 ملي جرام. تمام. زين يمكن هذا اللي ذكرتكم بالام سي كيو، يعني انا هنا دا اريد اسوي جلوكوز تولرنس تيست وسويت الفاستنج لقيت 200 لو 300 لو هذا، يعني شنو بعد احتاج اسوي جلوكوز تولرنس تيست؟ اكو اصلا الى فائده او اي قيمه؟ هو دايابيتك البيشنت اوريدي دايابيتك. زين احنا غير نقول فور سسبكتد كيسز،
وحتى يعني اذا هسه اتذكرت جبت لكم اياه للجستيشنال دايابيتس، يعني انا اذا بريجننت والفاستنج بلاد جلوكوز مالتها 200 300، شو اقول له؟ اقول له لا ما اقدر والله اشخص الدايابيتس الا تجيبي لي جلوكوز تولرنس تيست. هذا يعني مو منطقي، مو صحيح. احنا دا نسويه يعني ان كيسز وذ ديفيكالت دايجنوسيس فور سسبكتد كيسز فور سكرينينج، مو يجيني وان فاستنج اوريدي عابر ليميت واجي اقول لا الا جلوكوز تولرنس. يعني لازم شويه واحد يعني التفكير مالته يصير يعني شويه منطقي اكثر. زين، فالذا نورمال ريزلت ان ريسبكت تو فاستنج هذا طبعا افتر 2 اورز اف ذا ريزلت اكسيدز 200 ملغ دي سي لتر هسه نعتبره دايابيتيك، نورمالي ليس ذان 140. اذا طلع بين 140 تو 200 شو نقول على الجلوكوز تولرنس تيست؟ نقول انكونكلوسيف، ما اقدر لا اقدر اقول نورمال لا اقدر اقول دايابيتيك. تمام؟ زين، نجي على الاخر اعتقد هو موضوع الجستيشنال دايابيتس which is the indication the real indication for glucose tolerance test. تمام؟ طبعا normally pregnancy associated with increasing risk of diabetes زين due to increased insulin resistance. تمام؟ specifically in the second and third trimester. تمام؟ زين. What are the risk factor for gestational diabetes؟ طبعا لازم نعرفها. يعني a pregnant female with family history of diabetes in a first degree relative, this is a risk factor for this pregnant female to develop gestational diabetes. هذا لازم منين اعرفه؟ هذا المفروض يعني اول ما عرفنا انه هاي المريضة حامل من راحت بدت بالرعاية رعاية الحوامل ياخذون منها الهيستوري، هو هذا الصح. زين، فلازم اسال هاي الاسئله، هاي كلش مهمه. منو اشوفه اوبيس اور نوت؟ This is a second risk factor. يعني an obese pregnant female has a higher risk for developing gestational diabetes. بعد advanced maternal age كل ما العمر يزيد الريسك of gestational diabetes يزيد. جلوكوزيوريا، إذا لقينا جلوكوزيوريا ممكن this is a risk factor. زين، because مجرد risk factor لأنه جلوكوزيوريا can be physiological during pregnancy. أوكي، فمو تشوف pregnant with glucosuria ويابا أوكي ترى diabetes. could be physiological but at the same time could be a risk factor for gestational diabetes. طبعا ليش physiological؟ لأنه شافوا أنه renal threshold for glucose يقل during pregnancy، فممكن يصير loss of glucose in urine. زين، another risk factor previous adverse outcomes during previous pregnancies. زين، من ناخذ الهيستوري المريضة كان عندها stillbirth سابقا أو macrosomia طفل more than 4.5 kg اجا، فthese are risk factors as well. زين، فاذا هاي الاسئله كلها راح نسالها. حتى شنو سالتها؟ حتى اعرف ايش راح اسوي هسه راح نجي. اوكي؟ حتى اعرف شنو القرار اللي راح اسويه to this pregnant. القرار شنو؟ انه شو وقت اسوي الجلوكوز تولرنس تيست؟ وين تو بيرفورم جلوكوز تولرنس تيست ان بريجننسي؟ اول شهر، ثاني شهر، عاشر شهر اذا صار عاشر شهر. زين؟ فلازم اكيد اكو كرايتيريا دائما موجوده لكل شيء، الى ان يعني كلش مسخوا الموضوع كل شيء حطوا له كرايتيريا وبدأ يصعبون الامور. فهنا وي هاف ريكومنديشن باي اي دي اي for the timing of glucose tolerance test. راح نشوف إذا a pregnant female has no risk factor، هاي الأشياء عددناها سألناها وكلها تمام ما عندها أي مشكلة،
ف نو نيد، ما يحتاج. تمام؟ يعني نصيغ السؤال كترو فولس. يعني اذا نقول all pregnant should have should perform glucose tolerance test at a certain time during pregnancy، راح نقول لا خطأ. ليش؟ لأنه إذا low risk patients، low risk، حتى ما نقول patients، low risk pregnant no need، ما عدا risk factor، شكو مدوخة أنا. تمام؟ هاي منو اللي دا يقول؟ ADA. زين، إذا كان average risk patients يعني عندها اثنين ثلاثة risk factors، لا هاي ايش اسوي؟ انتظر. ايش وقت اسوي؟ at the 24 to 28 weeks of gestation. ليش؟ لان هو المتوقع هنا يصير ال gestational diabetes، فماكو داعي اسوي من البدايه. تمام؟ شهر السادس نسوي. واضح؟ هاي المنت فور ذا افريج ريسك بيشنتس. اذا كان لا والله هاي ريسك، هاي الريسك فاكتور تنطبق عليها، لا، in such condition the glucose tolerance test should be performed immediately. اجتي باول اسبوع تسوي اول اسبوع، اجتي ورا شهر تسوي باول بالشهر. شو وقت ما تجيك يعني initial first visit قصدي، زين نسوي glucose tolerance test. تمام؟ فهنا هذا recommendation for timing of performing glucose tolerance test. زين سويت الجلوكوز توليرانس، هسه اريد اسوي اجي فور انتربريتيشن. تمام؟ طبعا البريبريشن نفسه، البريبريشن ما عندي مشكله به، بس البرفورمينج يختلف، بروسيجر شويه تختلف. واضح؟ البريبريشن نفسه ما نختلف، ماكو داعي بعد اعيده حتى لا اطول عليكم. زين وي هاف تو بروسيجرز نعتمدها، اما الفيرست طبعا الموز المور كونفينينت طبعا هي هاي اكيد 75 جلوكوز. ليش؟ لانه ايش نحتاج احنا؟ اونلي 2 اورز، بينما اكو يعني اذر بروسيجر، اكو طريقه، اكو غير ريكومنديشن تقول لا اني انطي 100 جرام اوف جلوكوز اند بيرفورم ذا جلوكوز تولرنس تيست اوفر 3 اورز. اوكي نمشي احنا ويا المور كونفينينت وننطي 75 جرام. اوكي ونشوف وات ار ذا نورمال فاليوز. راح نقول فاستنج، شوفوا هنا الفاستنج يختلف، less than 95 ملي جرام 1 اور. شوفوا هنا اختلف عن الجلوكوز تولرنس العادي. زين هنا راح اخذ 1 اور should be less than 180 ملي جرام، 2 اور should be less than 155 ملي جرام. هذا شنو؟ هذا النورمال. زين شو وقت اقول هاي المريضه gestational diabetes؟ if two of these three criteria exceeds the limit. تمام؟ اذا اثنين من هاي الثلاثه اعلى من الفاليو، هسه اقول لا ترى هاي gestational diabetes. اكو قسم يقول لك it is better اذا كان الهيستوري not suggestive asymptomatic it is better to repeat the test. اوكي اذا كان الهيستوري نوت سجستيف. تمام؟ فاذا وي كان بيرفورم ذا تيست باي جيفينج 75 جلوكوز اند تيكينج ا فاستنج بلس سامبل انذر سامبل افتر 1 اور اوف جيفينج ذا جلوكوز دوز اند ذا سكند او ذا ثيرد سبيسيمين تيكن افتر 2 اورز. اف تو اوف ذيز levels exceeds the normal or the reference range, gestational diabetes is confirmed. تمام؟ فلهنا هاي يعني هذا الملخص المحاضرة اللي يعني يفيدنا إن شاء الله. يمكن حكينا هواية وجزء أشياء يعني قسم من عندها مو داخل المحاضرة، بس هاي أشياء أعتقد يعني تفيدكم إن شاء الله و تفيدكم من ناحية العملية. إذا أحد عنده أسئلة فيعني عادي
نقدرون تسألون سواء على المحاضرة أو غيرها، وإذا اللي يريد يسأل بعدين عادي ورا ما تقرون. أي دكتور عندي سؤال، الهايبوكاليميا اللي هو قلة البوتاسيوم زين، شلون يأثر على الدايابيتس أو يسبب مو دي ام؟ الهاي مو ما هاي ذاك اليوم نشروا، يعني هذا نشروا ما اعرف هو بجروب طبي يمكن، هو مو حكوا على الهايبوكاليميا وهاي. سبب دي اي ايه هي شوف مشكلتنا بالهايبوكاليميا اند دايابيتس during complication اللي هي الكيتو اسيدوسيس، ترى اللي انا حكيت لكم اياها تتذكرون. ان كيس اوف دي كيتو اسيدوسيس شي يصير عندنا؟ يصير عندنا سيفير لوس اوف بوتاسيوم، لوس صحيح ان يورين راح يصير فيري سيفير. بس احنا من نجي نقيس ايش نلقي؟ نلقي هايبركاليميا. تتذكرون وقلنا شنو الكوزز؟ الانسولين ديفيشنسي، زين الاسيدوسز، نفس الديهايدريشن، زين كل هاي كوزز اوف هايبركاليميا وذ انيشيشن اوف تريتمنت. اول ما نبدا التريتمنت ممكن يصير عندنا لايف ثريتنينج، مو بس لايف ثريتنينج هايبوكاليميا، زين. فلذلك لازم نبدي نعطي بوتاسيوم انفيوجن، وهذا الشيء اللي يعني الكل يخافون من عنده. ايفن طبعا وين سيرم بوتاسيوم ليفل ريتشز 5.5 اللي هو هايبر كاليميك، يعني تخيلوا واحد هايبر كاليميا واحنا نعطيه بوتاسيوم انفيوجن، ايش قد تخوف. بس هي هذا المانجمنت هيك. فهذا ترى الريليشن بتوين البوتاسيوم اند دايابيتس، يعني ان كيس اوف كومبليكيشن. اما انه هل الانسولين هذا اللي ناخذه له علاقه بال يسوي لنا هايبوكاليميا؟ طبعا الانسولين يوزد فور مانجمنت اوف هايبركاليميا ايضا، بيكوز ات از ريسبونسبل فور شيفتنج اوف بوتاسيوم فروم اكسترا سيلولار تو انترا سيلولار، زين. بس هل الدوز هاي اللي احنا بدنا نعطيها بدها تسوي لنا هايبر هايبو سيجنيفيكانت هايبوكاليميا؟ لا طبعا، ما يعني مو من ضمن البريكوشنز هاي نهائيا. تمام دكتور، حكيت بالبداية انه ننتظر 15 دقيقة حتى يصير فول كلوتينج. اي دكتور زين، بعض التيوبات اللي هي بيها هيبارين او اللي هي تمنع اصلا الكلوتينج، هاي ما تفهم. اي هذا لا، احنا ايش نحكي؟ طبعا هذا بدنا نحكي اذا يعني without additive. اما اذا هو with اي دي تي اي، هذا خلاص مجرد ما اسوي ميكسينج او اسوي سنترفيوجيشن خلاص حصلت بلازما. هنا لا ما احتاج طبعا وقت، بس انا دا احكي بالكلينيكال كيمستري لابراتوري عاده ما يجينا بلاد وذ اي دي تي اي، ترى يجي بلاد وذاوت اديتيف. فطبعا تنتظر 15 دقيقه. اما اذا وذ اي دي تي اي هنا ما عندنا مشكله، ما ننتظر. بس شنو راح نحصل؟ راح نحصل ترى بلازما، ومثل ما قلنا بالعكس ات از ذا ايديال سبيسيمن. دكتور تفرق يعني عن انا التحليل اللي اريد اسويه شنو؟ مثلا اضيف، ما افتهمت شنو القصد؟ شنو قصدك؟ يعني مثلا اذا اضفت اي دي تي اي او فتشيل على اللي عافيه. طبعا اللي طبعا حسب عاده قلنا الاي دي تي اي هذا وين نستخدمه؟ فور هيماتولوجي، اهل الهيماتو تشوفون هذا كله للهيماتولوجي. بالنسبه للكيمستري اي دي تي اي تيوب عاده نستخدمه لل يعني اذا اتش بي اي 1 سي، لان الاتش بي اي 1 سي ريكوايرز هول بلاد، وين يشتغلوا بالكلينيكال كيمستري. فعادة نستخدم ال اي دي تي اي تيوب ان ذس كونديشن، اذروايز لا، يعني جيلو تيوب نستخدمه without additives without anticoagulant. اوكي شكرا. اذا يعني ماكو اسئله حتى نختم المحاضره ان شاء الله، ويعني مثل ما قلنا متفقين وقت الاسئله وقتها مفتوح، شو وقت ما يعجبكم دزون سؤال ان شاء الله. مرحبا دكتور. اهلا هلا ابو زهراء. اهلا دكتور، شنو الميكانيزم مالت الاسبرين انه يسوي فولس نيجاتيف بالجلوكوز ان يورين، يعني خاصه الاشخاص اللي عمرهم فوق ال40 واطباء يكتبوا لهم انه اسبرين، ايش قد المده وتبين يعني؟ هو شوفي انا قلت لكم اولا الميكانيزم اكيد انترفير وذ الكيميكال رياكشن،
هاي اكيد هو هاي الميكانيزم طبعا، بس ترى هذا اللو دوز اوف اسبرين لا نوت افكت ذا ريزلت. يعني هذا اللو دوز اوف اسبرين اللي نستخدمه اللي يسموه مع الاطفال الناس، لا هذا ما ياثر ترى، ما ينطي الفولس نيجاتيف. الهاير دوزز يعني انتي انفلاماتوري دوز اللي هي توصل 600 يعني مثلا دكتور دوزة 375 مو تقريبا لا لا الانتي انفلاماتوري دوز ايش قد نستخدم احنا 600 ملي جرام 4 تايمز ديلي ننطي، مو صح؟ هاي الدوز ترى مال الانرجيسك دوز اوف اسبرين هسه ممكن ياثر، نعم. اما 175 و325 لا، هاي لو دوز وما تاثر، ما توصل الى مرحله الفولس نيجاتيف ريزلت، فيعني ما عندنا مشكله هنا، تمام دكتور، ما عندنا مشكله. اوكي زين دكتور، مثلا عند الجستيشنال دايبيتكس ليش نعتمد على الاورال جلوكوز؟ هو بس نعتمد على طريقه الفاستنج، هو نشوف انه بالفاستنج طبعا طبعا هو احنا متفقين، احنا اذا كان الفاستنج اكسيدز ذا ليفل هذا خلاص this is a diabetic female و gestational diabetes وانتهى. احنا وين دا نحكي؟ دا نحكي اولا for screening. سكرين يعني شنو سكرين؟ سكرين يعني هي asymptomatic بس عندها risk factor، فش اسوي؟ اسوي هاي السيكونس، او انه الريزلت still non-conclusive، يعني مثلا الريزلت طلعت لها 100 الفاستنج، زين هسا هاي diabetic لو not diabetic ما اقدر احكم الا اسوي جستيشن، اي فالا اسوي التوليرانس تيست. اوكي دكتور شكرا. العفو. اذا ماكو اكو اسئله بعد، اوكي لعد ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي نلتقي على محاضره جديده ان شاء الله، وان شاء الله دائما سالمين. تحياتي وشوفكم بخير ان شاء الله.